Blood, huh? يعني بالتمرين كثير قاسي. بالرجل الخارق، بهذا الوصف يحب سمير الحلبي الملقب بأبو ربيع أن يناديه الناس. سوبرمان هو يعني الأوريجينال النخبة، هو السوبرمان. بس كمان هالك كمان منه قليل، باكل سمير، باكل اناديل البحر، بيشرب كلور، بيشرب سم، بيشرب كل، هو عنده تمرين هيك. رغم بلوغه 60 عاما إلا أن تأثره وحبه للشخصيات الكرتونية والخيالية مكنته من تحويل كل شيء بشع إلى جميل. حول على طريقته الخاصة حاويات النفايات إلى حاويات نظيفة، والجدران العتيقة إلى ملونة، والرائحة الكريهة إلى رائحة عطرة. ولكن خلف هذا الرجل الخارق من يكون أبو ربيع؟ أنا قصت أنه أنا يعني كانوا قرايبين يبعثوا لنا مصاري من برا، يعني أمريكا، يعني ما كثير بيبعثوا، كل 3 أشهر 50 دولار، وبعدين بطل يبعثوا، بطل في هذا. فعزت أنه مثلا لم حتى ناكل يشرب واحد، ففتشت أنه شو بدي أعمل، ما لقيت إلا أنه استلم هيك حوايا ولم بلاستيك وحديد وألمنيوم، يعني هذا الأشياء ما بتطلع كثير. يعني هلا ما بيطلعوا يعني باليوم 60-70 ألف ليرة، ما بيطلعوا دولارين. وأنا بحب النظافة بجسمي، بثيابي، بمكاني، بالمكان اللي بقعد فيه. طبعاً كل شيء أنا بنظف كل شيء هون، وبدهن وبطرش وبلون، بعمل شيء جديد نيو لوك. يعني الكآبة أصعب، يعني وكأنه سرطان. طلع بده انه بده واحد يعمل رياضه ويشغل حاله وكذا، فجيت شغلت حالي هون، يشغل حالي لا بتروح. ايه لا تتعب. ايه بدي اتعب، بدي اقرا، بدي اتحمم، بدي هذا، وبدي اتحرك، وبدي تمكن أبو ربيع من كسب ثقة أهالي المنطقة من خلال مساعدتهم على فرز النفايات. هون نينة، وهون بلاستيك كمان، وهون نايلون، وهون حديد، هون ألمنيوم، كله مرتب. الله، لأنه الناس أكتريتها ما معها مصاري كثير، ما بيطلع كثير. هوسه بالنظافة دفعه إلى ابتكار طريقة تساعده على البقاء بأبهى حلته. أو شيء بالماء، هذا شوية صابون لأنه كثير مركز هذا. يعني ماهوش نظافة، بس ماني مسرسب. هذه بدها تنظيف، يعني بدها تخلصي بوب بوب تخلصي. إذا بده يغسل بده يغسل. أنت شفتي كيف تسوي؟ يعني ماني يعني إلها تقنية. كلها نظافة وعطر. إذا بيجيني بعد بويا رح ساوي كل الحاويات، رح ساوي هون كله وظبط كله، يعني شيء حلو حلو. في شوارع بيروت ألف حكاية وحكاية عن ناس لا يتوقفون عن الحلم، ولو أحلام بسيطة في بعض الأحيان ويمكن أن تكون متعبة أحياناً أخرى. هي الدنيا كلها مشقات لمين ما كان، لو غني ولا فقير بده يحس بمشقة. ما هي هاي